Modaïk FM Podcast Sport Express. صباح النور. المنتخب الوطني يلعب اليوم مقابلته الهامه المقابله الحاسمه من اجل مرور دور الربع النهائي، وقت ما يواجه بدايه من 6 نتاع العشيه منتخب توغو. منتخبنا مطالب بنتيجه واحده للمرور للدور القادم هو الانتصار. اخر اخبار المنتخب، اخر اخبار المقابله جي من عند مبعوثنا الخاص من السبروت حيدر الشرني. حيدر صباح النور. صباح النور فهمي، صباح النور كل مستمعي موزايك. المنتخب الوطني يلعب اليوم مقابله الحاسم والفصل ضد المنتخب التوغولي بدايه من 7 بتوقيت محلي 6 بتوقيت تونس. نتيجه واحده تعدي المنتخب للدور الثاني الدور الرابع النهائي، هي نتيجه الانتصار، وان شاء الله اليوم اكثر من الانتصار بصراحه. حاجتنا باداء كبير خلي المنتخب يرجع سمعته ويرجع الاضواء عليه بعد الاداء الباهت في الزوز مقابلات اللي تعديه المنتخب. ان شاء الله يلعب التشكيله هذه معز بشريفيه في الكاز على اليمين شادي الهماني، على اليسار خليل شمام، محور الدفاع وليد ليشي وايمن عبد النور، زوز لاعبيه وسط الميدان خالد المولي ومجدي تراوي قدام وسام الدراجي في الكولوار، وهبي الخزري وزهير زوادي وصابر خليفه اون بوانت. المنتخب مطالب اليوم بالهجوم، مطالب باللعب الهجومي، لكن مطالب زاده بالحصانه الدفاعيه، لانه الله يقدر لو كان نقبل بوت وينزل يخرجنا من الطرح ويبعدنا نهائيا عن الكام هذه. لكن فما مشكل تكلم فيه جمهور المنتخب وتكلموا فيه برشا فنيين، مساله لاك سنترال. ايمن عبد النور ثابت، لكن بالنسبه لبلال العيف وليد الهيشري كل مره واحد منهم يلعب ماتش هذا ينجم يسبب اشكال دفاع المنتخب الوطني ولا لا؟ الاجابه تجي من عند ايمن عبد النور. ما نحبش الشعب التونسي ولا العباد اللي موجوده لهنا تشك في القدرات نتاع زوج صحابي اللي هما كاخواتي كيما وليد بارك الله عليه، معناها هاز دي تيتر مع ليكيب نتاعو، لاعب معناها بريسك معناها 95 ولا 100% من الماتشات اللي لعبهم معناها العام ونص ولا العامين الاخرانيين مع جمعيته. بالعيفة كيف كيف ستانجور معناها اغريسيف، انجور معناها لعبت معاه كونتر كاتالونيا وكنت عديت معاه معناها ماتش كبير، وكنت عديت معناها عامين في الكيب ناسيون الاولمبيك وكنا نلعبوا مع بعضنا. لكن زوز هذوما دي بون جوار ان شاء الله يكملوا هكا ويزيدوا يتحسنوا، واني معهم زاد كل واحد لازم يزيد يتحسن. اللي باش يحط لونترونور باش نحاول باش نندمج معاه، وسواء نلعب مع بلال ولا سواء نلعب مع وليد زوز كيف كيف، وقلت ربي فماك الخير. ايمن عبد النور مدافع للمنتخب الوطني واحد من الركائز الاساسيه اليوم ضد توغو. حيدر قبل ساعات من انطلاقه المقابله شنو الاجواء اللي عند الملاعبيه عند البعثه الكل؟ هل هناك تخوفات من مقابله مهمه مقابله مصيريه للمنتخب في الكان؟ والله فهمي حسب ما ريت من البارح وحتى اليوم بالنسبه للاعبيه المنتخب الوطني المره هذه اكثر ثقه اكثر حماس وخاصه اكثر تحدي، لانه صار ضغط كبير على اللاعبيه على الاطار الفني من وسائل الاعلام حتى تغطيتنا كسوسوال الاعلاميين اللي هوني ولا في تونس، ضغط كبير على اداء المنتخب الوطني على نتائج، الشيء اللي خلى اللاعبيه بينات بعضهم يعني فما تفاهم شفناه سوتيرا في التمارين ولا حتى في الكوليس، يعني فما اصرار كبير على انه المنتخب يعمل اليوم ريزولتا بوزيتيف ويقدم اكثر في المكان حتى يثبت عكس اللي قاعد يتقال في المهم قدره المنتخب وامكانيات المنتخب ووسائله في انه يوصل يعني الادوار المتقدمه في المكان هذا. نتمنوا انه المساله ما تكونش مجرد اثبات العكس، تكون مجرد يعني رده فعل. نتمنوا انه تكون اثبات الراي تونس، انه تكون تشريف الراي تونس، وان المنتخب اليوم يكون في احسن استعداداته ضد زملاء ابي بيار. حيدر الشرني مبعوثنا الخاص، شكرا لك حيدر. شكرا فهمي. نواصل مع برنامج اليوم بالنسبة للكان واللي هم المجموعة الرابعة، مجموعة المنتخب الوطني التونسي كما قلنا 6 تونس توغو، في نفس التوقيت يتلعب لقاء الكوديفوار والجزائر. مقابلة باش تكون شكلية بالنسبة لزوج منتخبات، وهذه فكرة على ترتيب المجموعة الرابعة. الكوديفوار الأولى بست نقاط، التوغو الثانية بثلاث نقاط، تونس الثالثة بثلاث نقاط، والجزائر في المركز الأخير بثمان من النقاط. نرجع البارح مقابلات المجموعة الثالثة. زامبيا حامل لقب 2012 يغادر من الدور الأول مقابل تأهل بوركينا فاسو ونشير للدور القادم. المنتخب الزامبي تعادل سلسلة مع بوركينا فاسو ونتيجة ما كانتش كافية، وقت اللي كان المنتخب الزامبي مطالب تحقيق الانتصار. في المقابل المنتخب النيجيري تمكن من تحقيق المطلوب هو الانتصار لأثيوبيا وفاز بنتيجة 2-0. زوج أهداف ضربات جزاء سجلهم فيكتور موزيس في الدقائق 79 و90. الترتيب النهائي في المجموعة الثالثة، بوركينا فاسو الأولى بخمسة نقاط، نيجيريا الثانية خمسة نقاط، زامبيا الثالثة ثلاث نقاط، وأثيوبيا الرابعة في المركز الأخير بنقطة واحدة. في الدور الربع النهائي المنتخب النيجيري باش يواجه متصدر المجموعة الرابعة المنتخب الإيفواري. بوركينا فاسو باش تواجه ثاني ترتيب المجموعة الرابعة إما المنتخب التونسي أو المنتخب التوغولي. ذكركم بقية مقابلات الدور الربع النهائي، غانا تواجه الكاب فير، جنوب أفريقيا تلعب ضد مالي.
في تونس المقابلات الوديه لاند التونسي. النادي الافريقي يلعب اليوم مغادي ساعتين ونص في سوسه ضد قهوه في القفصه. البارح النادي البنزرتي هزم 1-0 قدام المريخ السوداني. الملعب الجيرسي وترجي زيست تعادلوا 0-0. في كورتي كاس ربيت الأبطال الفرنسية باش تنظم في بلادنا في 3 سنوات القادمة. في أول أسبوع من كل شهر سبتمبر 2013 تنظم في سوسة، 2014 في الحمامات، 2015 في تونس. العام منها مرز المواعيد في أوروبا. في إسبانيا مع 9 متاع الليل يتلعب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لقاء الذهاب الدور نصف النهائي من كأس الملك. والبارح في كأس إيطاليا لاتسيو تأهلت الدور النهائي على حساب اليوفي بعد 1-1 في الذهاب. والبارح لاتسيو فاز 2-1 بعد مقابلة كبيرة ومشوقة تلعبت في الوقت البدل الضايع. من دقيقة 53 لاتسيو متقدمة 1-0، هدف جونزاليس. في دقيقة 90 فيدال يعدل لليوفي، وفي دقيقة 93 فلوكاري سجل هدف الانتصار للاتسيو. موزايك FM بودكاست.